مشاهدينا، وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رحاب مسجد السيدة نفيسة لافتتاحه بعد تطويره الذي استمر لمدة عام. وكما نوهنا مشاهدينا على تاريخ هذا المسجد العريق، مسجد السيدة نفيسة، يقال أن أول من بنى على قبرها هو عبد الله بن السري بن الحكم أمير مصر، وفي سنة 482 هجرية أمر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله بتجديد الضريح، ثم أمر الخليفة الحافظ لدين الله بعدها بتجديد القبة. في سنة 714 من الهجرة أمر الناصر محمد بن قلاوون بإنشاء مسجد بجوار الضريح، ثم تم تجديد الضريح والمسجد معا بعد ذلك. جدير بالذكر أن ضريح السيدة نفيسة، نفيسة العلوم، لم تنقطع عنه الزيارة منذ أكثر من 1200 عام، فمحبوها يطلبون منها دائما راحة البال والطمأنينة والدعوة المستجابة كما كان في عهدها عندما كانت مقيمة في مصر. في سنة 1173 من الهجرة نشب حريق بالمسجد وأتلف قسم كبير منه، فأمر الخديوي عباس الثاني بإعادة بنائه. تعلو المسجد منارة تم بناؤها على الطراز المملوكي. نحن الآن في انتظار وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الكريم السيد مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، وهم الآن على باب مسجد السيدة نفيسة في طريقهم إلى البهو المؤدي إلى المسجد القديم للوصول إلى مقام السيدة نفيسة حفيدة رسول الله التي يأتي إليها المشتاقون من كل مكان، فنفوس محبيها إذا ضاقت طاقت إلى الزيارة واشتاقت. مشاهدينا الكرام، وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه السيد مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند إلى مقر مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلم، حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.